مساكم الله بالخير متابعين برنامج ليالي الصيف في حلقة جديدة نقدم من خلالها موضوعات تهمكم مشاهدين بهدف تعزيز السلامة العامة وتزامنا مع العام الدراسي الجديد. قامت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية الموقرة بتعزيز جهودها لضمان عودة الطلبة والطالبات بصورة آمنة في كافة محافظات المملكة. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. تزامناً مع العام الدراسي الجديد وتعزيزاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية المعمول بها في وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بهدف تعزيز السلامة العامة، قامت الإدارات الأمنية المعنية بجهود مكثفة لضمان عودة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية للمدارس بشكل آمن وبكل سهولة ويسر. فقد قامت المديريات بالمحافظات الأربع بوضع خطة لضمان انسياب الحركة المرورية وضمان العبور الآمن للطلبة والطالبات، حيث نفذت تمرينات ميدانية قبل عودة الطلبة للمدارس للتأكد من نجاح الخطط الموضوعة، كما قامت مع بدء العام الدراسي بتكثيف التواجد الأمني في محيط المدارس حفاظاً على سلامة الجميع. من جانبها قامت الإدارة العامة للمرور بتنظيم العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات في جميع مديريات الشرطة بالمحافظات وتقديم محاضرات تثقيفية لتأهيل حراس المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة لتنظيم دورات تدريبية بمختلف اللغات لسواق الباصات التابعين لوزارة التربية والتعليم ورياض الأطفال والأفراد، وذلك لتعريفهم بأهم اشتراطات السلامة أثناء نقل الطلاب من وإلى المدارس. فيما قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بحملة توعوية في المدارس تضمنت توزيع كتيبات ومضويات حول أهم اشتراطات السلامة في المدارس. أتوقع مشاهدينا كل الأسر تغير روتينها ونظامها اليومي طبعا، خاصة بعد قرار العودة للمدارس، رجعت الحياة لطبيعتها، رجعنا نتواصل بشكل مباشر بعد انقطاع طويل أكيد عن أجواء الحركة المرورية في صباح اليوم المدرسي. بالتأكيد بذلت وزارة الداخلية جهودها لتيسير العودة للمدارس وتأمين سلامة الطلبة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الأستاذ علي أحمد أميني مدير برنامج معن. حياك الله أستاذ. يا هلا مرحبا بك. شرفتنا. وأيضا معنا الرائد فايز أمين رئيس شعبة الإعلام والنشر بإدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور. حياك الله الرائد أمين. يا هلا مرحبا. شرفت فيك. شرفتنا. نمسي عليكم بالخير جميعا. يعني بداية نبتدي معك الرائد فايز، يعني أكيد أنتوا كانت لكم استعداداتكم المكثفة والخاصة المرتبطة بهذه المناسبة، كلمنا عن أبرزها الله يسلمك. نعم طبعا بتوجيه وإشراف مباشر من سيدي المدير العام للإدارة العامة للمرور، قامت الإدارة بوضع خطة استباقية استعدادا لموسم العودة إلى المدارس. نعم. طبعا قامت بتنفيذ الخطة أو إجراء الترتيبات إدارة المراقبة المرورية بإرسال طبعا لجنة السلامة المرورية إلى جميع المواقع اللي تكثر فيها الازدحامات المرورية. نعم. ومواقع المدارس لزيارة المواقع وفحصها إذا كانت تحتاج أي إجراءات مرورية لتسهيل الحركة. وأيضا قامت إدارة الثقافة المرورية بوضع خطة توعوية ممتدة على المدار العام. طبعا خطة توعوية هي تشمل الحملات الميدانية التثقيفية وحملات إعلامية بهدف تقليل أو الحد من السلوكيات الخاطئة اللي ممكن تأثر على سلامة الطلبة في محيط المدارس. احنا من خلالك رائد فايز ان شاء الله بدش في تفاصيل اكثر. نعم. ولكن انتقل لك استاذ علي، يعني برنامج معنا الان هو اصبح جزء مهم من المشهد التعليمي والتربوي. نعم. في مملكة البحرين، وبعد انقطاع دوام سنتين اكيد كانت هناك في صعوبات وتحديات انت واجهتها، كيف تعاملت معها من خلال برنامج معنا؟ نعم، اولا انا انتهز هاي الفرصه لابارك لقيادتنا الرشيده وشعب البحرين على نجاح الخطه المروريه، يعني العوده للمدارس، وايضا نتمنى للطلبه ان شاء الله سنه دراسيه يعني موفقه.
ان شاء الله. وطبعا احنا الحين صارت العوده للمدارس، يعني احنا قمنا يعني بنرجع للعوده الطبيعيه للمدارس. للعوده الطبيعيه سنتين انقطعنا، وكان نعم. يعني طبعا هاي اثر على طريقه التدريس وايضا التجربه الشامله للطالب داخل المدرسه، اللي يعني هو فقد جزء عود من الجانب التربوي اللي هو الحضور والطابور والتغيير بين الصفوف وعمليه الفسحه والانصراف، ويعني كل هالاشياء طبعا تلعب دور عود في العمليه التربويه وبالنهايه على تاثر على شخصيته. فهذه نعم بيرجع لنا هالسنه مره ثانيه بالطريقه الطبيعيه. وفي برنامج معا يعني اللي صار ان احنا طبعا وقفنا ومشينا بالطريقه التعلم الالكتروني خلال الفتره اللي طافت، الحين بنرجع مره ثانيه في التعليم الحضوري في الصفوف، وبرجعون الشرطه في المدارس، وبيكون طبعا كل شرطي مسؤول عن مدرستين كما كنا في السابق، يعني من 2019 وقبل. نعم. نعم. نعم يعني عباره شرطي يعود مدرستين، فبيكون ثلاثة ايام في مدرسه ويومين في مدرسه ثانيه، والفصل اللي عقب ببدلون المدارس، بحيث ان نهايه السنه الدراسيه نحاول ان نغطي جميع مدارس مملكه البحرين جميع المراحل، يعني من الابتدائي للمرحله الثانويه بما فيها المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه. جميل. راد فايز، بالتاكيد هناك برامج انتم تسعوا من خلالها الى رفع كفاءه شرطي مرور، كلمنا عن هذه البرامج. نعم طبعا قامت الاداره باعداد برامج تثقيفيه ومحاضرات توعويه تشمل او بالتعاون مع جميع مديريات الشرطه في جميع المحافظات. نعم. في مملكة البحرين وأيضا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. طبعا اشتملت هذه الدورات التثقيفية لتشمل أفراد شرطة المجتمع بهدف تعزيز دورهم في تنظيم الحركة المرورية في محيط المدارس، ودورهم في تعزيز سلامة الطلبة أيضا أثناء دخولهم ونزولهم من المركبة توجها إلى داخل المدرسة. وشملت الدورات أيضا حراس أمن المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية والخاصة، وتثقيفهم في الحفاظ على سلامة الطلبة عند بوابات المدارس. وشملت أيضا الدورات سواق نقل باصات الطلبة التابعين لوزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص والأفراد، وتعريفهم بأهم اشتراطات السلامة اللي يجب توافرها أثناء نقل الطلبة. يعني إلى جانب أيضا العودة إلى المدارس أستاذ علي بعد انقطاع دام أكثر من سنتين، بالتأكيد الجائحة جائحة كورونا ولدت الكثير من الصعوبات على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، وهي أيضا بلا شك تحديات يعني أفرزت هذه الجائحة. أنتم كيف تعاملتوا معها من خلال برنامج معنا؟ أعتقد يعني إحنا أجرب ناس لنا كانوا وزارة التربية والتعليم، اللي يعني صار انقطاع للتعليم مرة واحدة. فاللي صار انه بدأ وزارة التربية والتعليم بالدروس المسجلة، وبدينا احنا نفس الطريقة ان احنا نسجل الدروس هذه. نعم. فكان في البداية مجرد يعني الفكرة ان تكون عندنا دروس متلفزة، بس التوجه كان واضح ان الخطة الناجحة هي التعلم الالكتروني اللي هو الاي ليرنينج، اللي يعني كان معروف ذاك الوقت عند الكل. فبدينا بتسجيل الدروس، عقب كنا نحتاج شيء يسمونه ليرنينج مانجمنت سيستم اللي هو نظام إدارة التعليم. فقلنا احنا خلينا نخلص الدروس وان شاء الله بنشوف لنا طريقه بحيث ان هذا النظام يحسب من الطالب اللي يدش وش قد المده اللي تم فيها، ويحسب له مثلا الانشطه اللي يسويها ودرجاته وكل شيء. وفاجئونا طبعا يعني وزاره التربيه والتعليم في وقت قياسي انه سووا البوابه التعليميه اللي هي الليرنينج مانجمنت سيستم. فهاي الشيء اللي احنا كنا نحتاجه، فبالتنسيق معهم قدرنا ان كل الدروس اللي كانت عندنا نخليها عندهم في البوابه التعليميه، وسووا لنا صفحه خاصه في دروس برنامج معا، فما انقطعنا من ذي الناحيه. وايضا المعارض اللي كنا نسويها قبليه والامور في المجمعات، طبعا اخر معرض سويناه كان في 2019 وعقب ما قدرنا نسويه بسبه الجائحه، فقمنا نسوي معارض الكترونيه فسنه اونلاين. اي نعم. فكان 2020 2021 بدال نسوي المعارض في المجمعات رابط سواء يكون على الموقع او نطرشه على التليفونات وذي يعني والزين في الموضوع ان ناس من دول ثانيه دشت، يعني كان تقريبا من 40 دوله شافوا المعرض الالكتروني اللي سويناه، اللي كان نفس الطريق انه في اقسام وكل قسم يعني في جانب توعوي، بعضهم خاص باولياء الامور بعضهم بالطلبه. ويعني كانت فكره زينه ان هاي الاشياء اللي سويناها خلال الجائحه ايضا نقدر يعني نستخدمها بعد الجائحه، بحيث انها تكون بالنسبه لنا ك يعني نفس ما يقولون شيء هجين، يعني طريقه تعليم. نعم. هجينه وبلندد ليرنينج. نعم. وكان في تفاعل. قام في تفاعل. نعم. وحتى في إجازة الصيف أيضا سوينا مسابقات صيفية بعد عن طريق الموقع الإلكتروني. جميل جميل. طيب إحنا عندنا تقرير نستأذنكم بس. نعم. نشوفه ونرجع مشاهدينا. نعم. نشوف هذا التقرير وراجعين. نعم.
بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، هنأ العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أولياء الأمور وجميع الطلبة والطالبات والهيئة التعليمية بعودتهم الآمنة للمدارس، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود المتكاملة بين مختلف الجهات لتأمين سلامتهم على الطريق والطرق المحيطة للمدارس. وتمنى مدير عام الإدارة العامة للمرور سنة دراسية ناجحة لجميع الطلبة والطالبات. تم تغطية جميع مواقع اللي احنا رصدناها من خلال غرفة العمليات والدوريات الموجودة المتحركة. تم التنسيق مع الاخوان بالمديريات الامنية، وهم طبعا شرطة خدمة المجتمع مع الادارة العامة للمرور وحراس مدارس وزارة التربية. طبعا تم تدريبهم من خلال دورات تدريبية بالادارة العامة للمرور. الالتزام بالانظمة والقواعد المرورية يساهم في تنظيم الحركة المرورية، وخروج أولياء الأمور مبكراً يساهم في تنظيم الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات، عدم ارتكاب سلوكيات خاطئة أمام المدارس. الإدارة العامة للمرور تتمنى أن يكون عام خالي من الحوادث المرورية. حياكم الله مشاهدينا من جديد. اليوم يعني ايضا بعد قرينا خبر اعاده جدوله مساله الانصراف، الحضور هو نفس الوقت لكن الانصراف الان صار في تنظيم اكثر، بحيث انه يعني انتفاده بعض الازدحامات المروريه اللي شهدناها في الفتره الاخيره. انتم كيف تلقيتوا هذا الخبر؟ والله انا اعتقد يعني انه هو نتكلم عن شقين. نعم، شق الحضور والانصراف. نعم، الحضور تم على نفس الوقت فالزخم بيتم نفسه. نعم، بس في الانصراف يعني صار على ثلاث مراحل. نعم، فاعتقد ان اللي بيصير انه يعني بيصير ثلث الزخم على يعني ثلاث مراحل، فاكيد يعني الزحمه بتخف. وانا اتوقع يعني الرائد فايز عنده يعني اكيد طبعا. نعم، طبعا هي التضافر الجهود، ويعني اكيد هو راح يعزز يعني انسياب الحركه المروريه أكيد. وسلامه الجميع. هي بصراحة يعني خطوة طيبة، وأكيد الخطوة هذه يعني تم مراجعتها من قبل الجهات المعنية، وإحنا نتوقع فعلا يعني وقت الانصراف راح يكون في انسيابية أكثر في الحركة، والإدارة العامة للمرور طبعا يعني تسخر كل القوة لتنظيم الحركة المرورية، وإن شاء الله يعني تكون خطوة في صالح الجميع. جميل. راد فايز ايضا بطبيعه الحال لابد ان هناك في مخالفات وبعض السلوكيات الخاطئه. نعم، اللي نشهدها يعني في خضم يعني مثل هذه المناسبات يعني عوده. نعم، الدراسه وخصوصا بعد انقطاع سنتين. نعم، شلون تتعاملون معها؟ طبعا في اخطاء شائعه تتكرر دائما عند محيط المدارس، من يعني من ابرزها الوقوف الخاطئ أثناء طبعاً توصيل الطالب وأثناء استلامه بعد انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة. نعم، وأيضاً الوقوف في منتصف الطريق أحياناً لنزول الطالب يكون ولي الأمر يعني في وقت يكون مستعجل فيه، لكن هذه المخالفة إحنا ما بنقول يعني بس هي تشكل خطورة، إنما بتعطل انسياب الحركة المرورية. استخدام الهاتف أثناء القيادة في محيط المدارس وعدم الانتباه يعني لمتغيرات الطريق وعبور الأطفال والطلبة على الطريق طبعا هي مخالفة خطيرة جدا. من ضمن المخالفات أيضا جلوس الطفل دون العاشرة في المقعد الأمامي، أيضا هي مخالفة مرورية. ومخالفات التجاوز من خلال خط الطوارئ، من خلال خط الطوارئ. نعم، احنا مثل ما تفضلت اخوي عصام الفتره اللي راحت، وتفضل اخوي علي الفتره اللي راحت كانت فتره سنتين راحوا، كانت فتره شوي ركود في الحركه المروريه. الحركه المروريه رجعت بكثافه تدريجيه، ولكن حاليا هي في ذروتها. فاكيد احنا مخالفات خط الطوارئ هذه تحدث اثناء تكون الحركه المروريه في ذروتها، فاحنا نلاحظها هالايام. نعم، ويتم راصدها من خلال غرفه العمليات والمراقبه المروريه من خلال كاميرات الانظمه الذكيه، ويتم التعامل اكيد بشكل قانوني مع المخالفين. واحنا نوجه وندعو كل السواق للالتزام بالانظمه والقواعد المروريه حفاظا على سلامه الطلبه اولا وسلامه ولي الامر وسلامه جميع مستخدمين الطريق. رجل المرور فعلا نعم موجود،
في الشارع ينظم الحركة المرورية، ولكن يبقى هناك دور ومسؤولية على سائق السيارة ومستخدم الطريق وولي الأمر أيضا، وحفاظا على الذوق العام بعد يعني أكيد. نعم، وفي أكيد في رقيب ذاتي طبعا يعني البحرين السواق البحرينيين معروفين من أول بالتزامهم من يعني مضرب الأمثال من أول ما بدأ قانون المرور في البحرين، ومن نعم أول سيارة دخلت مملكة البحرين معروفين بالذوق والالتزام والثقافة المرورية حسنت العالية حسنت، والكل يشهد لنا طبعا بهذه الثقافة المرورية العالية. ولو ان زادت السيارات وان زادت الكثافة، ولكن يبقى السائق البحريني دائما سائق ملتزم. صحيح صحيح، واكيد في بعض السلوكيات الخاطئة ولكن هي اقليات، ويبقى السائق البحريني دائما يمثل ويعكس صورة طيبة عن مملكة البحرين. لذلك هي الثقافة المرورية المتقدمة عند السائق البحريني هي سمة حضارية احنا كنا وما زلنا وبنتم نفتخر بها. اكيد الحفاظ على المكاسب هو الصحيح. نعم، لذلك احنا نذكر حفاظا على هذا المكسب طبعا. نعم، استاذ علي الشرطي المنفذ لبرنامج معا بلا شك عنده مهام طبعا مرتبطه بهذا الجانب، شنو هذه المهام؟ يعني اول شيء هو الشرطي المنفذ هو شرطي خدمه مجتمع، فجميع المهام اللي يسوونها شرطي خدمه المجتمع هو يسويها في نطاق سور المدرسه. فمثلا اذا كان في قصور امني، اذا كان في مثلا طالب مثلا تعرض لاي نوع من انواع مثلا مشكله، او مثلا اولياء او مثلا ولي امره مثلا شاف عليه مثلا سلوك سلبي بيقول مثلا حق الشرطي هناك، او الطالب حس باريحيه ان احنا وجود الشرطي في المدرسه بالزي العسكري هو يكسر الحاجز بين الطالب وجهات تنفيذ القانون، وبالتالي هو الطالب يحس باريحيه انه هو يخبر الشرطي اذا مثلا عنده مشكله، او مثلا بعض السلوكيات اللي احنا نشرحها هو مثلا واجهته فهو يكلم الشرطي مباشره. فطبعا يصير بالتنسيق مع اداره المدرسه ومع اداره خدمات طلابيه وزاره التربيه والتعليم ان هاي الاشياء يعني عباره يلحقون عليها قبل مثلا مشكله تتفاقم. وايضا يعني احنا المناهج اللي ندرسها تصير عليها دراسات وتصير عليها يعني مسح ميداني سواء كان من الطلبه او من المدرسين او اولياء الامور، فهذه ايضا الشرطي المتواجد في المدرسه هو المسؤول عن العمليه كلها اللي هو جمع البيانات والتحليل. وايضا الشرطي يكون بمثابه همزه تواصل بين المدرسه والادارات الامنيه واداره برنامج معا، واي شيء يصير حول سور المدرسه او داخل سور المدرسه او خارج سور المدرسه هو المسؤول عنه، ويتواصل مع اداره المدرسه ويخبر الجهات المعنيه بحيث ان المدرسه يعني تكون مكان امن حق الطلب. جميل جميل، احنا عندنا ايضا مداخله معانا، مداخله هاتفيه مشاهدينا مع رئيس الامن بقسم الامن والسلامه المدرسيه قطاع الخدمات التعليميه محمد عبد الله. حياك الله يا اخوي، بنتكلم احنا معك يعني حول استعداداتكم لتوفير عوده امنه للمدارس، حياك الله. الله يحييك، مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور سعود. بدايه اشكر تفضل غالي. تفضل الله يسلمك، يعني احنا خلينا يعني نتكلم بدايه عن جهودكم في محيط المدارس لسلامه ابنائنا الطلبه. نعم، بدايه اشكر القائمين على البرنامج وعلى هذه الاستضافة للتحدث عن دور قسم الأمن والسلامة المدرسية قطاع الخدمات التعليمية في تأمين محيط المدارس لضمان سلامة أبنائنا الطلبة بعد انقطاع دام أكثر من عامين ونصف بسبب الجائحة. طبعا قسم الأمن والسلامة المدرسية يقوم بجهود مستمرة طوال العام، ويتم تكثيفها قبل بدء كل عام دراسي لضمان عودة آمنة لأبنائنا الطلبة. ومن تلك الاستعدادات بالعام الدراسي الحالي طبعا القيام بمسح ميداني لجميع مدارس المملكة، ويشمل كل ما يؤثر على سلامة وصول أبنائنا الطلبة لأحضان المدارس، كما تم تعزيز الحراسة الأمنية بجميع المواقع وتوفير بعض المستلزمات اللازمة بعملية التنظيم، فضلا عن التنسيق مع شركائنا بوزارة الداخلية من خلال الاجتماعات واللقاءات الميدانية. طبعا وذلك المزيد من التعاون مع تحقيق المزيد التقدم في جانب تنظيم الحركة المرورية بالمحيط الخارجي للمدارس. أيضا تم إشراك الحراس بدورات وورش عمل مكثفة بالتنسيق مع شركائنا لتحقيق الهدف المشترك. كذلك تم تشكيل فريق لمتابعة جميع الملاحظات فترتي الحضور والانصراف لتوفير الدعم وإيجاد الحلول ومعالجة الملاحظات اليومية إن وجدت، بالتعاون مع الإدارة المدرسية وشركائنا بوزارة الداخلية طبعا. نعم. نعم، أيضا كانت هناك في حلقة نقاشية في الأكاديمية الملكية للشرطة، كلمنا عن تفاصيل هذا الموضوع. نعم، طبعا أقدم الشكر لجميع المشاركين بالحلقة، كانت مشاركة إيجابية وفعالة في طرح الأفكار والمقترحات. نعم، التي تصب في تحقيق عودة آمنة لأبنائنا الطلبة
ايضا من خلال الحلقه النقاشيه تم عرض جهود الاداره العامه للمرور وشعبه شرطه خدمه المجتمع المتضمنه الاستعدادات الامنيه والمروريه المتزامنه مع بدايه العام الدراسي وتعزيز مبدا الشراكه المجتمعيه مع الطلبه واولياء امورهم. جميل. من جانب اخر تم عرض عده تجارب منها تجربه مديريه شرطه محافظه المحرق والتي عززت مبدا الالتزام الذاتي للاهالي واثمرت عن توفير بيئه امنه للطلبه واسهمت في تسيير الحركه المروريه بشكل افضل، كما تم مناقشه الصعوبات والتحديات التي تواجه كل اداره وطرح اليه عمل لتذليل تلك الصعوبات والاتفاق ايضا على توحيد الجهود التي تصب في الحفاظ على امن وسلامة أبنائنا الطلبة. جميل، بعد خلنا احنا أخوي محمد نستغل وجودك من خلال هذا الاتصال الهاتفي لتوصيل بعض النصائح والإرشادات لسلامة الطلبة وأولياء الأمور بشكل مركز. نعم، أدعو أبنائنا الطلبة لاتباع قواعد السير والعبور السليم والانتظار في الأماكن المخصصة لهم واتباع إرشادات اللجنة المدرسية المكلفة بتنظيم حضورهم وانصرافهم، كما وأدعو أولياء الأمور للتقيد بتعليمات وقواعد السلامة المرورية والتعاون مع كل الجهات المعنية بعملية تنظيم الحركة المرورية بمحيط المدارس سواء كانوا حراس أمن أو شرطة مجتمع وكذلك رجال المرور المتواجدين في الشوارع العامة أو الطرق المؤدية للمدارس. متمني لأبنائنا الطلبة عام دراسيا حافلا بالنجاح والتفوق. واحنا بدورنا نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، وشكرا لك اخوي محمد على هذه المكالمه. مشاهدينا فاصل وراجعين. تريق واطلع من البيت واوصل المدرسه قبل الست بربع ساعه والساعه 6. أول ما وصل يكونون شرطة المرور وشرطة المجتمع متواجدين في عند المدرسة. أتأكد أن الأماكن اللي أحط فيها الحواجز عشان نضمن أن ما تكون في مخالفات تعطل الحركة المرورية. كل اللي نقوم فيه عشان نضمن سلامة الطلبة في دخولهم وخروجهم من المدرسة حتى وصولهم إلى بيوتهم مع أولياء أمورهم بشكل آمن. حياكم الله مشاهدينا من جديد. الراد فايز، اكيد انتم يعني للامانه متميزين ايضا من خلال الجانب التوعوي، وشفنا كانت لكم يعني الكثير من المحاضرات التوعويه. وبالتاكيد يعني انتم ايضا هناك الكثير منها اللي ان شاء الله انتم بتنظمونها، كلمنا عنها. طبعا اداره الثقافه المروريه تضع برنامج توعوي يمتد على مدار العام. إذا احنا بنتكلم عن موسم العودة للمدارس فهو يشمل جميع مراحل العمرية للطلاب ابتداء من رياض الأطفال لمرحلة الناشئة وتصل إلى مرحلة الجامعة. وهناك أيضا حملات ميدانية تثقيفية لتعزيز الوعي لدى السواق وأولياء الأمور، بجانب الحملات الإعلامية للإدارة العامة للمرور في الفترة الأخيرة كثفت وجودها الإعلامي في مختلف وسائل الإعلام. فهي الحملات ممتدة على مدار العام على جدول معين. طبعا يعني هي من أهم أهداف الحملات التوعوية زرع أو غرس مبادئ الثقافة المرورية لدى الناشئة والأطفال لتعزيز قيم الثقافة المرورية اللي هي اساسا تبدا يعني من المنزل. نعم. وممتده الى المدرسه والى الطريق المستقبل. جميل استاذ علي، البيئه المدرسيه ايضا هي مهمه بالنسبه للطالب، هي الاساس طبعا. نعم. اذا كانت بيئه صحيه فهذه بيعطي جوده في المخرجات. نعم. انتم من خلال برنامج معا شنو اللي تسعون لتحقيقه او لاضافته لهذه البيئه؟ نعم، هو برنامج معا طبعا كل حصه عباره عن مهاره، وكل مهاره هي يعني المهاره اللي الطالب يحتاجها حق يواجه التحديات اللي ممكن يعني يواجهها في الحياه. نعم. فاحنا نتاكد ان هاي المهاره هو طبعا اول شيء يمثلها في الصف، ومن ثم نتاكد انه هو قاعد فعلا يطبقها. فيكون ايضا دور الشرطي كذلك يعني استكمالا للسؤال السابق انه هو ايضا في وقت الفسحه وقت الفراغ يكون متواجد في المدرسه ويشوف انه ايش قاعد يصير في البيئه المدرسيه، شنو رده فعل الطلبه مثلا حق سلوكيات معينه، او مثلا اذا شيء جديد مثلا منتشر او يعني مثلا ظاهره جديده طالعه شنو رده فعل الطلبه حق الشيء الظاهر نفسه.
وبالتالي يعني يضمن أن البيئة نفسها تتماشى مع المنهج الدراسي وآلية التدريس، بحيث أن يعني الطالب يقدر أن يأخذ الفائدة الأمثل من التدريس ووجوده في البيئة المدرسية وحتى حول البيئة المدرسية، يعني في وقت الانصراف، في وقت الحضور مثلاً، حول المدرسة إذا مثلاً الطالب يتمشى بيشتري شيء بيروح للسيارة، هذه كلها محسوبة أن يعني تكون بيئة مناسبة لتطبيق المنهج في المدرسة. والله للأمانة ذي التعاون وثيق يعني مع وزارة التربية والتعليم، بين وزارة الداخلية الموقرة ووزارة التربية والتعليم الموقرة، للأمانة شيء إحنا نفتخر فيه، وهو من الخطوات النوعية اللي أقدمت عليها الحكومة الموقرة من خلال طبعاً الوزارتين، وخصوصاً في الخمس ست سنوات الأخيرة بدينا إحنا نلمس ثمار هذا التعاون للأمانة، يعني سمات حضارية اليوم تتماهى وإحنا كبحرينيين نفتخر فيها. مشاهدين، تحت عنوان استعدادات العودة إلى المدارس، نظم مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة ورشة بمشاركة الإدارة العامة للمرور ومديريات الشرطة بالمحافظات الأربع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. نظم مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة بحضور العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية حلقة نقاشية بعنوان استعدادات العودة إلى المدارس بمشاركة الإدارة العامة للمرور ومديريات الشرطة بالمحافظات الأربعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال. وبهذه المناسبة أكد العميد فواز الحسن أن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار توجيهات معالي وزير الداخلية وبمتابعة حثيثة من سعادة رئيس الأمن العام بمناقشة الخطط والآليات اللازمة لتأمين عودة الطلبة للمدارس وضمان سلامتهم وأمنهم عند حضورهم وأثناء وجودهم في المدارس حتى انصرافهم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بما يحقق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع السلامة ودوام التوفيق. الحقيقة دار نقاش وأخذت بعض الملاحظات والتوصيات اللي بناء عليها راح نرفعها لمتخذي القرار علشان نضمن فصل عام دراسي آمن ونتجنب أي تعطيل لحركات السيارات في الشارع. كان هاللقاء تشاوري مثمر للغاية، بحيث تم اللقاء بين المديريات الأمنية مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التربية والأشغال، وتم الوقوف على بعض التحديات اللي تواجه المديريات الأمنية في محيط المدارس، والحمد لله رب العالمين تم التنسيق معاهم للوصول إلى حلول تساهم في إنجاح الموسم الدراسي ويكون خالي إن شاء الله من أي مشاكل وصعوبات تواجهنا إن شاء الله خلال العام الدراسي. طبعا هذا أول لقاء للعام الدراسي 2022. الحمد لله طبعا تم التطرق إلى أمور جدا مهمة اللي هي السلامة المرورية، تأمين سلامة الطلاب وانسيابية الحركة المرورية. ومستمرين معكم مشاهدينا مع الأستاذ علي أميني ورائد فايز أمين، حياكم الله مرة ثانية. حيك رائد فايز، أيضا هناك شروط سلامة ويعني يفترض أنها موجودة طبعا في وسائل النقل أو باصات الطلبة، ما هي أبرزها وأهمها؟ طبعا الشروط هي تختلف اختلاف بسيط بين الباص من 16 راكب وأقل و16 راكب وأكثر، ولكن هي نوعا ما في تقارب كبير. من أهم الاشتراطات هذه طبعاً وجود حساسات في الجهة الخلفية من الباص، أو وجود كاميرا في الجهة الخلفية وأيضاً كاميرا في داخل الباص، أيضاً وجود طفايتين حريق وصلاحية المكيفات والمفارش، وجود ملصق في خلف في الجهة الخلفية من الباص على جهة اليسار يبين هذا الباص لنقل الطلبة، وجود علامة قف على يسار الباص، وطبعا في نقطة مهمة ونحب ننوه عليها أن ندعو أولياء الأمور عند التعاقد مع أي باص أو أي شركة للتوصيل التأكد أن هذا الباص مؤمن.
لأن التأمين طبعا غير أنه يشمل الباص هو أيضا يشمل الركاب ألا وهم الطلبة. وسلامة الطلبة من أولوية الإدارة العامة للمرور. فالتنويه على اختيار الباصات المستوفية الشروط من الإدارة العامة للمرور ومرخصة من قبل وزارة المواصلات وأيضا عليها تأمين يشمل الركاب. جميل أستاذ علي، أيضا هناك الكثير من الظواهر اليوم السلبية واللي يعني يسعى من خلالها البعض لهدم الشباب ومن ثم هدم الأوطان، يعني ظاهرة مثل ظاهرة التنمر الإلكتروني، أيضا حتى أساليب يعني جذب الشباب لشكل من أشكال التطرف، أنتم كيف تعرفون ذي الظواهر الجديدة؟ كيف تنظرون لها وكيف تتعاملوا معها من خلال برنامج معي؟ نعم، هو برنامج معي طبعا يتغير مع الوقت، يعني في دروس تتعدل، في دروس تستحدث، في دروس تستبدل، وكلها طبعا مرتبطة بالظواهر يعني اللي نواجهها. فهناك ظواهر يعني تستحدث مع الوقت، وهناك ظواهر تستهجن، يعني هي ظاهرة جديدة تصير وتروح دولة ثانية وتتغير وتين بشكل أيضا مختلف، فظاهرة الواحدة كأنها تتشعب. يعني هذه مشكلة صارتنا في السابق على بعض البرامج اللي أو التطبيقات اللي كانت في الهاتف. فاللي صار إنه يعني مثلا أول شيء عندنا سوينا منهج خاص بالتعايش السلمي ومكافحة التطرف، وهذه طبعا يعني نتيجة للأشياء اللي يعني شفناها والدراسات اللي سويناها، وكان عندنا يعني توجيه من معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة اللي هو عضو في منظمة دولية لمكافحة عنف والإدمان، عضو مجلس إدارة. فكان إن نسوي هذا المنهج بحيث إنه يخدم مملكة البحرين وباقي دول الأعضاء في المنظمة. فيبتدي المنهج بالمرحلة الإعدادية، يعلم الطالب شلون هو يتعايش مع الطرف الآخر باختلاف نوعه أو مثلا لونه أو جنسيته أو جنسه أو دينه أو اللي هو، ويتقبله نفس ما ذاك قاعد يتقبله، فيصير في تعايش سلمي مع بعض ويتماشون يعني بشكل متوازي. وايضا يكافحون جميع انواع التطرف، هذا طبعا يحصل في المرحله الثانويه، بحيث انه يعرف شنو معنى التطرف، شنو معنى مثلا هناك تطرف اجتماعي، هناك تطرف رياضي، هناك تطرف ديني، هناك تطرف فكري، هاي كل هالاشياء لازم يعرفها بحيث انه هو يعني يكون له وجهه نظر، يكون له راي، تكون له شخصيه قويه، ولكن ما يتطرف لجهه معينه بحيث انه يعني يدمر شخصيته او مثلا يتجه مثلا لهاويه نهايته يعني سلبيه. صحيح. وايضا مع الوقت يعني ومع يمكن مع يعني انشاء المركز الوطني للامن السبراني، ايضا هذه يعني كانت ظاهره احنا نحتاجها، ان يعني الطلبه يكونون امنين وقت استخدام التطبيقات الهاتف والمواقع الالكترونيه في سواء مثلا في المحادثات مع اصدقائهم، او مثلا في استخدام البرامج، استخدام الالعاب، في التسوق، في البيع والشراء. طبعا هاي يعني الكلام ينطبق حق الكل، ولكن احنا لان احنا يعني مسؤوليتنا هم الطلبه، فركزنا ان نكتب منهج خاص بالتعاون مع المركز الوطني للامن السبراني يخص هذا الموضوع، ان شلون الطالب يكون امن في الفضاء السبراني. نعم. وايضا يعني هذه المنهجين اللي كتبناهم ان شاء الله يعني نتمنى ان يعني يحصلون اعتماد من المنظمه الدوليه، وايضا يتعممون على جميع دول يعني الاعضاء. ويعني كل ما تصير عندنا ظاهره نضطر ان احنا يا نسوي درس جديد او نسوي منهج بالكامل حق نواجه الظاهره، ويعني نسلح الطلبه بالمهارات اللي يحتاجونها بحيث انهم يواجهون هذه يعني التحديات اللي تيهم في الحياه بشكل ان يعني يطلعون منها بسلام. جميل جميل. راد فايز، ايضا يعني السلامه المروريه والبيئه المدرسيه الامنه، وايضا يعني ذهاب والعوده من المدرسه طبعا بالتأكيد هو يحتاج إلى نوع من أنواع الشراكة المجتمعية. نعم. وخلني أنا أعطيك مثال إذا سمحت لي. يعني طبعا. أنت ساعات تشوف روحك وسط ازدحام مروري. نعم. وتكتشف أنه ما في سبب حق ذي الازدحام يعني. نعم. يعني ما في حادث، ما في خلل في الطريق. تكتشف أن البعض من السواق هم المتسببين في هذا الازدحام. ومثال على ذلك أيضا. يعني البعض يبالغ في ترك مسافة الارتداد بينه وبين السيارة لأنه هو من الشغل بالهاتف مثلا. بالهاتف مثلا. فكيف تعلق على ذلك راد فايز؟ اكيد اخ عصام، مثل ما تفضلت، لتحقيق السلامه المروريه لابد ان يكون هناك شركاء. اليوم رجل المرور متواجد على مدار الساعه في الشارع، في محيط المدارس هناك افراد شرطه المجتمع متواجدين، وايضا حراس امن المدارس متواجدين، ايضا المعلمين. يعني شفنا صوره طيبه الحقيقه وراقيه جدا بوجود المعلمين
واحيانا شفنا يعني حتى مدراء مدارس ينظمون الحركه المروريه تعاونا مع الجهات المعنيه، وهذه خطوه الحقيقه يشكرون عليها. الشريك الاساسي في تحقيق السلامه المروريه اليوم السائق او ولي الامر. السلوكيات الخاطئة طبعاً هذه يتم رصدها من خلال كاميرات الأنظمة الذكية في غرفة العمليات والمراقبة المرورية، ولكن اليوم الطفل أو الابن يشوف أبوه قدوة، يقلده في سلوكياته، يقلده خصوصاً الوقت اللي تقضيه مع الابن في السيارة في روحتك للمدرسة ورجعتك من المدرسة، إذا بتحسبها على سنة كاملة فهو يعني ما شاء الله وقت كبير ووقت طويل. فالابن يتعلم منك كل شيء يشوفه، فإذا يشوفك أنت تخالف راح يخالف المستقبل، يشوفك ما تستخدم الحزام ما راح يلبس الحزام، يشوفك تسرع راح يسرع. فالسلوكيات الخاطئة هذه فعلا هي تعطل الحركة المرورية، تتسبب بالخطورة على مستخدم الطريق وعلى الأطفال لأنهم معنا في السيارة. ورد نقول يعني في الأخير وأولا وآخرا أن ولي الأمر وسائق السيارة هو شريك أساسي في تحقيق السلامة المرورية، اللي طبعا هي من حق الجميع، من حق سائق السيارة والمشاة وسائق الدراجة الهوائية والدراجة النارية. أحسنت. سائق علي، كم بلغت نسبة انخفاض السلوكيات الخاطئة حول البيئة المدرسية؟ نعم، هي السلوكيات طبعا يعني تتغير مع الوقت، نفس ما قلنا احنا الدروس تتغير السلوكيات تتغير أيضا، فاحنا نصنف عادة بين 10 إلى 11 سلوكية اللي هم يكونون يعني الأرقام مرتفعة فيها. فأول ما بدينا نزلت مستوى 47% ما شاء الله. مقارنة يعني كنا ذاك الوقت أعتقد كان طايف على البرنامج 4-5 سنوات. فالتأثير اللي صار إنه من الأعداد اللي حصرناها خلال ذي السنوات بعد تطبيق منهج معا في المدرسة نزلت السلوكيات 47% في كل المدارس اللي كنا ندرسها. فإحنا كنا نبي نكسر حاجز 50، فردينا يعني عدلنا الدروس شوي وضفنا فيها أشياء ودي، وبعدها بسنتين قدرنا نحقق 56%. ما شاء الله. ف 56% هاي يعني أن أكثر من نص الطلبة اللي كانوا يمارسون سلوكيات خاطئة يعني رجعوا لصوابهم. فيعني هذه تأثير، يعني هذه الرقم أيضا يعني يبين أثر البرنامج على الطلبة، ويعني هالنوع من الدراسات طبعا تعكس ليش البرنامج لازم يستمر، لأنه فعلا له تأثير. يعني اليوم إذا طلعنا برنامج معا معناته رجعنا 56%. حسنت. جميل. مشاهدينا، تتواصل الجهود الأمنية في وزارة الداخلية المقرة مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس من خلال تقديمها كافة الخدمات للطلاب من ناحية تأمين الطرق ونشر التوعية للطلاب وأولياء الأمور. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي. تواصل المديريات الأمنية جهودها في تأمين عودة طلبة المدارس بشراكة مجتمعية مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، والتي سجلت حضوراً متميزاً من خلال التواجد الأمني في محيط المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك من خلال توزيع العديد من المنشورات التوعوية للطلبة بهدف رفع مستوى الوعي والحد من السلوكيات الخاطئة. قامت مديرية شرطة محافظة المحرق بالعديد من الترتيبات الأمنية بالنسبة للعودة للمدارس، كما تم نشر أفراد الشرطة على جميع المدارس من الأسبوع الأول، كما عقدت مديرية شرطة محافظة المحرق ورش عمل تدريبية لجميع الأفراد بالنسبة للعودة للمدارس. كذلك تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بعقد محاضرات توعوية بشأن العودة للمدارس. تحث مديرية شرطة محافظة المحرق أولياء الأمور على أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادتهم لمركباتهم بمحيط المدارس، كما أن عليهم ترك السلوكيات الخاطئة أثناء قيادتهم لهذه المركبات والمتمثلة في الوقوف الخاطئ والصعود على الأرصفة وعدم استعمال منبه السيارة لعدم إزعاج أهالي المنطقة. كذلك نتمنى من جميع الطلاب دوام النجاح والتوفيق في عامهم الدراسي الجديد. يأتي هذا التواجد الأمني لعبور الطلبة والطالبات بأمان للشوارع القريبة من المدارس وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع المؤدية إلى المدارس خلال فترتي الحضور والانصراف، إضافة إلى حمايتهم من أي ظواهر سلبية قد تؤثر على أمنهم وسلامتهم، في إطار الحرص على تحقيق عام دراسي آمن للجميع. We'll be right back.
والله جهود جبارة للأمانة تبذلها كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وأيضا هناك تعاون من قبل أولياء الأمور ومن قبل الطلبة، مشهد حضاري للأمانة جميل. رائد فايز أيضا يعني شفنا لكم الكثير من الحملات الإعلامية، كلمنا عنها. يعني حسام مثل ما تعرف قبل كانت الحملات الإعلامية مقتصرة على التلفزيون الرسمي والإذاعة والصحف المحلية. صحيح. اليوم وسائل الإعلام تنوعت، أصبحت يعني تطبيقات الإلكترونية اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا في متناول الجميع، الصغار والكبار، ويستخدمونها جميع أفراد المجتمع. واليوم مملكة البحرين تحتضن المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، والسلامة المرورية يعني بلا شك أنها هي من حق الجميع. التواجد الإعلامي على وسائل الإعلام المختلفة اليوم أصبح تحدي للإدارة العامة للمرور، وإحنا طبعا يعني نواكب هذا التحدي ونطور من محتوانا الإعلامي. وعندنا احنا طبعا مبادره دائما على يعني بين فتره وفتره يعني نكررها على حساب الانستغرام لاداره العمل المرور، نسمع افكار الشباب، هم اليوم يستخدمون الشارع ويستخدمون الطريق، نسمع اخبار، نسمع مقترحاتهم، نسمع افكارهم. اذا في اي شاب يحب انه يقدم محتوى توعوي للاداره يقدم بجوده وكواليتي معين، يكون راقي ويوصل الرسالة بالشكل المطلوب وأيضا باللغات مختلفة. إحنا ما نمانع اليوم يعني إحنا كانت عندنا اللغة العربية في البداية وأصبحت بعدين اللغة الإنجليزية أساسية، اليوم عندنا اللغة الأردو وعندنا اللغة البنغالية، فتنوعت لغات الطرح في التوعية الإعلامية للإدارة العامة للمرور. وعندنا هدف إن شاء الله نحققه أن إحنا نشمل جميع أفراد المجتمع، نوصل لكل التطبيقات الإلكترونية الإعلامية، وأيضاً الوصول إلى كل الأندية اللي تخص الجاليات الموجودة في مملكة البحرين بمختلف اللغات ومن غير استثناء. نعم، إحنا عندنا أحد الفواصل الإعلامية اللي تسويتوها. نعم. خلونا نشوف ونرجع، خلونا نشوف هذا الفاصل مشاهدينا ونرجع. أنا أم موظفة، عندي ولد عمره 8 سنوات، أقعد كل يوم أجهزه حق المدرسة. قبل لا نطلع أجهز للريوق، أتأكد أن كل أقراضه جاهزة من كتب ومن شنطة، أتأكد أن شكله مرتب. نحاول نطلع من وقت علشان لا نتأخر مع الزحمة، نوصل المدرسة الساعة 7:15. لما أوصل أشوف شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع وحارس الأمن والمدرس بانتظار أبنائنا، يرشدوننا وين نوقف السيارة في المكان الصحيح ويستلمون أبنائنا. أنا هني أقدر أطمن أن أنا سلمت ولدي في أيدي أمينة وأروح شغلي وأنا مطمنة ومرتاحة. صراحة إبداع للأمانة. أستاذ علي، أنتوا لابد أن لكم أيضا شركاء من خلال برنامج معا أو جهات تتعاونون مع سواء كانت رسمية أو خاصة، كلمنا عنها. يعني ما جاوب أنا على شقين، لأن أول شيء بنتكلم عن الجهات اللي داخل مملكة البحرين. نعم. عندنا إحنا أول شيء طبعا وزارة التربية والتعليم، يعني هاي إحنا 12 سنة إحنا نشتغل معاهم، وطبعا يعني هم اللي يعني التنسيق معهم بحيث ان الشرطه يدخلون المدارس ويصير عندهم جداول ويدرسون في المدارس ويعني يسهلون عمليه الدخول وتسجيل بيانات والعمل الاحصاء والدراسات الميدانيه كلها. فيعني ساعات الناس يسالوننا يقولون برنامج معن متى مستمر؟ احنا دائما نقول ما دام في طلبه برنامج معن مستمر. نعم. يعني هذه رابط يعني وثيق بيننا وبين وزاره التربيه والتعليم، وايضا يعني شرطه معن اليوم صاروا يعني فعلا انهم شرطه خدمه مجتمع ولكن هم مدرسين. نعم. فيعني هذه هم اكبر شركه عندنا، وعندنا عقب المركز الوطني للامن السبراني نفس ما ذكرت مساء ان يعني تعاوننا معهم تعاون كبير حق المنهج اللي سويناه الخاص اللي نحتاجه فعلا هالفتره، وايضا ادارات يعني الاداره المعنيه في وزاره الداخليه. نعم. طبعا عندنا نتكلم عن قياده خفر السواحل والدار العام للمرور والدار العام للدفاع المدني. الجهات اللي خارج البحرين طبعا نتعاون مع منظمة دير الدولية اللي هي منظمة مكافحة العنف والإدمان الدولية،
يعني من اول ما بدينا يعني قبل ان نطبق المناهج في البحرين طبعا احنا تدربنا عندهم وذي واللون وساعدونا ايضا ان في سنه 2015 احنا نصير مركز اقليمي، فبالتالي احنا يعني نسوي تدريبات عندنا في البحرين بدون لا يعني نستعين بحد من الخارج. وايضا مؤخرا في يعني من قبل سنتين بدينا نشتغل مع جامعه شمال كارولينا في الولايات المتحده الامريكيه حق استكمال الدراسه اللي خاصه بمنهج التعايش السلمي ومكافحه التطرف. واكبر شريك عندنا هم اولياء الامور. هذا الشيء يعني انا احب انه اؤكد عليه انه يعني على كل اللي احنا قاعدين نسويه دور اولياء الامور اهم من كل هذه الادوار، بحيث انه هم يعني يكملون مع الطالب العمليه التعليميه في البيت وباقي الوقت. يعني الشرطي في النهايه يتم شرطي او 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 مثلا مدرس الماده يتم مع الطالب 50 دقيقه في الحصه مو باكثر، باقي الوقت يعني معظم الوقت هو في البيت مع اهله. فدور ولي الامر اهم من دور الشرطي منفذ البرنامج واهم من دور المدرس. ف يعني هذا الشريك اللي دائما احنا نعتمد عليه في انه هو يكمل مسيرتنا التعليميه. نعم جميل. وبالنسبه لك براد فايز، من هم شركاء الاداره العامه للمرور في تنفيذ برامجها التوعويه والاعلاميه؟ طبعا احنا عندنا شركاء اساسيين في هذا العام بشكل خاص. اليوم القطاع الخاص اصبح يعني عنده المسؤوليه المجتمعيه تجاه السلامه المروريه من اولوياتهم. طبعا بنك البحرين الوطني، شركة بنفت البحرين، وشركة زين وكريدي ماكس، زين البحرين طبعا وكريدي ماكس وبنك البحرين والكويت، شركة البحرين الوطني للتأمين وطلبات البحرين، وشركة أحمد الكويتي والوطنية للسيارات. أهم اليوم مبدأ يعني تعزيز السلام المرورية أصبح من أولوياتهم، وأيضا إبراهيم خليل كانو. أنا أعتذر إذا نسيت أحد. فمبدأ السلامة المرورية هو اليوم صار من أولوياتهم في من خلال المسؤولية المجتمعية. أنا أذكر في اجتماع أخير صار بيننا وبين شركة زين البحرين، بصراحة هم قالوا كلمة كانت يعني كلمة حلوة بصراحة. قالوا احنا دائما كشركة اتصالات نسوق حق باقاتنا ونسوق حق يعني الخدمات نقدمها، بس ما قد مرة قلنا احنا كشركة اتصالات ننصحك انك ما تستخدم التليفون اثناء قياده السياره لاجل سلامتك. نعم. فمكالماتك انت لاحق عليها. صحيح. لكن سلامتك هي في النهايه الاهم. فمبدا المسؤوليه المجتمعيه بصراحه خصوصا هذه السنه من بعد الكورونا تفعل بشكل جدا واضح وجدا جميل، وهم يعني شركائنا لنهايه العام وراح يكونون معانا ان شاء الله على طول. ان شاء الله. ولهم ان احنا كل التحيه والتقدير. استاذ علي، ايضا بطبيعة الحال هناك الكثير من قصص النجاح المتحققة لبرنامج معن، كلمنا عن أبرزها. يعني لو باختصار أقول لك إن برنامج معن قدر خلال يعني 12 سنة اللي طافت إنه هو يحصل على 4 شهادات عالمية ما شاء الله للجودة. نعم. وأيضا فاز بجائزة إقليمية وجائزة دولية. يعني هذا أعتقد يعني يعكس يعني طبعا من جهات خارجية بحيث إنه يعكس جودة البرنامج والخدمات اللي احنا نقدمها حق المستفيدين. ويعني هي طبعا كلها جهات دولية يعني جهات من خارج البحرين. ويعني واحنا ما كنا ملزومين ان ناخذ هذه الشهادات، ولكن احنا اخذناها لنثبت ان فعلا ترى البرنامج فعال. وايضا يعني انا يعني في يعني بخصوص هاي السؤال، يعني احنا دائما في اجتماعات اللجنة اللي عندنا اللي رأسنا معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة، يعني معالي الشيخ هشام الله يحفظه دائما يرسم لنا تحديات. والتحدي بالنسبة لنا يعني هو يشرح لنا أن إذا هالتحدي تعديته ترى هو إنجاز بصير لكم. وفعلا يعني نواجه صعوبة وساعات يعني كثيرة من العمل وفرق عمل مختصة وذي، لكننا من نخلص التحدي اللي تسجل في محضر الاجتماع ينتهي بإنجاز. يعني وأعتقد هذه يعني يعني نتكلم عن 4 شهادات وشهادتين منهم ما حد عنده في البحرين إلا إحنا. فيعني هذه يبين يعني كجهة أن تقدم خدمات تعليمية شنو الأشياء اللي قدرت تحصلها على مستوى دولي، ويعني المنظمة نفسها المنظمة الدولية ما قدرت تحصلها ولكن احنا حصلناها. وهذا يبين يعني طريقة تطبيق البرنامج وجودة تقديم الخدمات في البحرين تختلف عن برا. طبعا أكيد لولا الصعاب ما شفنا قصص نجاح بالتأكيد. يعني وانتم قادها إن شاء الله وكل التوفيق لكم. مشاهدين، لا تزال الجهود الأمنية متواصلة على قدم وساق مع بدء موسم عودة المدارس، وها هي تتواصل جهودها في كافة المحافظات، وكان لمحافظة العاصمة نصيب كبير من هذه الجهود الجبارة. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
تعمل المديريات الأمنية بوزارة الداخلية ومن خلال جهودها المكثفة مع عودة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية للمدارس، وذلك ترسيخا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية المعمول بها. وفي هذا الإطار تعمل مديرية شرطة محافظة العاصمة على تأمين سلامة أبنائنا الطلبة بالقرب من محيط المدارس. نحمد الله سبحانه وتعالى على عودة الحياة الدراسية طبيعتها وعودة الطلبة للمقاعد الدراسية. بناء على ذلك قامت مديرية شرطة العاصمة بإعداد خطة متكاملة لاستقبال عام الدراسي 2022-2023، وذلك ضمان وصول الطلبة والطاقم التعليمي والإداري للمقاعد الدراسية بشكل بسيط وميسر، مع الأخذ بعين الاعتبار جانب أمن السلامة. هدف من هذه الخطة هو نجاح الموسم الدراسي وتوفير بيئة دراسية آمنة. رسالتنا لأولياء الأمور الطلبة، تعاونكم معانا يسهل عملنا ويساهم في انسياب الحركة المرورية وسلامة الجميع. ولأولياء الأمور مسؤولية مشتركة ودورا بارزا في الحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات وتعزيز السلامة العامة. الله يجزاهم خير، مرتبين الشارع، منظم، مرتب، ما في أي تعطيل حق سير السيارات وما في أي تأخير حق دواماتنا. نشكر رجال الأمن على القيام بدورهم الفعال في تنظيم السير عند المدارس، وقايمين بدورهم وواجبهم وفوق الواجب، والله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله، وهم صمام الأمان لنا، جزاهم الله خير. تأتي هذه الجهود الأمنية والاجتماعية بمختلف الإدارات المعنية بوزارة الداخلية تزامناً مع العودة للمدارس، بتكثيف التواجد في محيط المدارس بكافة محافظات المملكة لضمان السلامة العامة للجميع وانسياب الحركة المرورية بكل يسر وسهولة. حياكم الله من جديد مشاهدين. رائد فايز أمين، أكيد يعني حابين إحنا من خلالك أيضا نعرف مدى تفاعل الناس عبر مواقع التواصل مع البرامج التوعوية والتثقيفية والإعلام اللي أنتوا تطرحون. نعم، أكيد يعني بلا شك أن كل ملاحظات الناس وتفاعلهم وملاحظاتهم سواء كانت إيجابية أو سلبية تأخذها بعين الاعتبار لدى الإدارة العامة للمرور. احنا اليوم ايضا عندنا شريك اساسي وزاره طبعا شؤون الاعلام، طبعا متمثله بسواء الاذاعه والتلفزيون. اليوم ما شاء الله في برامج اذاعيه نسمع فيها اراء الناس ونسمع فيها ملاحظاتهم وتاخذ بعين الاعتبار، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي اكيد كل التعليقات اللي تكون موجوده يتم مراجعتها ويتم قراءتها، واذا فعلا كان في يعني تعليق يوصل نقطة أو وجهة نظر معينة في صالح يعني في صالح السلامة المرورية، أكيد الإدارة العامة للمرور تأخذ فيها وتقوم بها. هو الحلو أن الناس متفاعلين حقيقة مع ما يطرح من خلال خصوصا المواضيع المرورية، دائما تثير تفاعل الجمهور وتثير تفاعل الناس. نعم. تطلعاتكم المستقبلية أستاذ علي من خلال برنامج معنا؟ احنا نعم، أول شيء نتمنى أن يعني يكون عندنا شرطي متواجد في كل مدرسة، يعني جميع مدارس مملكة البحرين يكون في شرطي ثابت متواجد، ويعني يقدر إنه يقوم بالعملية التعليمية بشكل يعني أمثل من الموجود حاليا. يعني هذه الأولي، والثاني إنه عن طريق المركز الإقليمي اللي أسلفت الذكر عنه بدينا في 2015 نطلع أيضا إن هذه التجربة يعني تتوسع وتوصل دول مجلس التعاون بداية وتنتهي بدول عربية كلها، لأن إحنا ندرس المادة يعني الدولة الوحيدة اللي ندرس المادة باللغة العربية، سواء كانت المادة التدريبية حق الطلبة أو المادة التجهيزية حق المنفذين الشرطة. نعم. للأمانة يعني جهود جبارة يعني بذلت يعني من قبل وزارة الداخلية الموقرة، وإحنا نسعى من خلال هذه الوقفة من خلال هذه البرنامج أن إحنا نغطي أبرزها. مشاهدينا، حركة انسيابية آمنة شهدتها شوارع المحافظة الجنوبية خلال الأسبوع الأول من عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس بفضل الجهود الجبارة التي تقوم بها الإدارات الأمنية وشرطة المجتمع في محافظات المملكة. نستعرض معكم مشاهدينا أهم هذه الجهود في المحافظة الجنوبية في سياق التقرير التالي. تولي وزارة الداخلية بمختلف إداراتها اهتماما بالغا لتأمين سلامة عودة الطلبة والطالبات للمدارس من خلال تكاتف رجال أفراد شرطة المرور وأفراد شرطة المجتمع
وحراس المدارس لتوفير المناخ الآمن للطلبة بدءا من دخولهم لأبواب المدرسة إلى تزويدهم بالبرامج والإرشادات التوعوية التي تسهم في تقويم الطالب ورفع معدلات السلامة. بمناسبة العام الدراسي الجديد، نظمت شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية عدد من الحملات التوعوية والتثقيفية لطلبة المدارس وولياء الأمور والكادر التعليمي، والهدف منها تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الأمنية بين أفراد المجتمع. وتم تنظيم عدد من أفراد شرطة خدمة المجتمع في الفترة الصباحية والمسائية بمحيط المدارس، وذلك من أجل تأمين سلامة أبنائنا الطلبة. وتم توزيع بطائق تهنئة تتضمن رمز QR واللي يحتوي على عدد من المطويات بها عدة مواضيع أمنية وتثقيفية وصحية وتوعوية. مع بداية العام الدراسي، الإدارة العام المرور أعدت الحملات التوعوية الميدانية في العديد من محافظات المملكة، وحرصت الإدارة أنها تشمل جميع مراحل التعليمية. تهدف هذه الحملة إلى تذكير جميع مستخدمين الطريق وبالأخص الطلبة بأهمية التقيد بقانون المرور لتأمين سلامة الطلبة أثناء ذهابهم إلى المنشآت التعليمية. من خلال هذه الحملة يتم توزيع هدايا للأطفال، وكذلك كوبون مقدم من شركة الوطنية للتأمين BNI، وكذلك كوبون من منتزه عذاري. من خلال طبعا هذه الحملة تدعو الإدارة العام المرور السواق وأولياء الأمور بأهمية التقيد بقانون المرور والتعاون مع رجال الأمن لضمان إنسيابية الحركة المرورية، وتتمنى أن يكون عام دراسي آمن. جسدت وزارة الداخلية أجمل صور الشراكة المجتمعية من خلال تواجد رجال أفراد الشرطة في محيط المدارس مع الجهات ذات العلاقة، وفق خطط تعمل على رفع الوعي لدى السائقين وأولياء الأمور والطلاب، مع ضرورة تعاون الجميع بالالتزام بالأنظمة والإرشادات المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة لتحقيق سنة دراسية آمنة. لله الحمد من البداية كانت آمنة وتدعو للتفاؤل إن شاء الله، والله يتمم لنا على خير من خلال بقية العام الدراسي. إحنا وصلنا إلى الختام، نأخذ كلمة أخيرة منكم أستاذ علي. أولا أتقدم جزيل الشكر لسيدي معالي وزير الداخلية في يعني دعمنا لاستمرار برنامج معا، وأيضا لسعادة وزير التربية والتعليم أن يعني يسهلون لنا جميع العقبات لاستكمال العملية الدراسية داخل المدارس. وايضا اذكر اولياء الامور ان يعني ترى لكم دور مهم في استكمال عمليه التعليم داخل البيت، وناكد عليكم ترى ابنائكم في ايدي امينه. جميل راد فايز. واحنا ايضا ناكد ان الثقافه المروريه هي تنغرس وتبدا من المنزل. مثل ما على طبعا رجال المرور اكيد مسؤوليه كبيره، وعلى افراد شرطه المجتمع وحراس المدارس والمعلمين ايضا هناك مسؤوليه على ولي الامر، واحنا ندعو الجميع للالتزام بالانظمه والقواعد المروريه حفاظا على سلامه الجميع، واكيد سلامه الاطفال والطلبه هي من اولويات الاداره العامه للمرور. فالحاد من المخالفات المروريه راح طبعا يقلل من الحوادث، واحنا نتمنى السلامه لجميع مرتادي الطريق ومستخدمين. للأمانة يعني برامج وزارة الداخلية كل أشكال الشراكة المجتمعية هي جميلة، وتؤكد على حقيقة أن الإنسان على هذه الأرض الطيبة هو حجر الزاوية، هو محور كل شيء. أنتم كوزارة الداخلية للأمانة نجحتوا في التأكيد على هذه الحقيقة، واللي أصبحت اليوم راسخة في وجدان كل بحريني وكل مقيم. جهودكم أخ عصام، جهود وزارة شؤون الإعلام هي في النهاية الجهة اللي توصل صوتنا، صوت التوعية، سواء في السلام المرورية أو اسمح لي أخي علي حتى برنامج معاً إذا بيستعرض برامجها. فدور كبير واجب طبعاً، يعني هذه الوزارة العريقة تحية لكم كلكم، تشرف وهذا واجبنا. يعني احنا في النهايه نكمل بعض اكيد بالتاكيد، ولاجل طبعا اكيد نحقق السلام للجميع والبحرين تستاهل اكيد. الاستاذ علي اميني شكرا جزيلا لك. شكرا الرائد فايز امين شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. مشاهدينا وصلنا للختام، في امان الله.